بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. الله على جمال الصوت وحلاوته يا جماعة. معاذ بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه. أنا عايز أعرف الناس بك يا معاذ. قولي اسمك إيه؟ معاذ عبد الحميد عبد الله مغني. من أبناء محافظة محافظة كفر الشيخ مركز الحمود. الراجل ده بيحفظ القرآن وهو عنده كم سنة؟ وانت كم سنة كنت بتحفظ القرآن؟ مين اللي حفظك؟ أبويا الشيخ الحميد. الله الله، تحية للشيخ عبد الحميد. الراجل ده يا جماعة يستحق الترن ويستحق ان يجيب مليون لايك. اللي حابب القرآن وحابب صوت معاذ يشجعه كده ويعمل له لايك ويشارك الفيديو. خلينا نعمل نعرف الشباب ان مفيش احلى من كلام ربنا ولا السعي ورا حفظ كلام ربنا. ويا الله، انا عايز اسمع حاجه تاني. عايزك تسمعني حاجه تاني عشان الناس اللي بتشاهدنا تستمتع بالصوت الرائع ده. عايزك تسمعني حاجه للنجم. انا عايز اسمع والنجم اذا هوى من صوتك يا معاذ. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رى أفتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات
ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. شكرا لك يا معاذ، أنا بحييك جدا على صوتك الرائع وعلى القراءة السليمة، وأنت يا ابني تستحق الترين. وبدعي لكل أب وكل أم، خلوا أولادكم يحفظوا القرآن، شجعوهم للقرآن. أنا بحييك يا معاذ وبحيي والدك الشيخ عبد الحميد اللي حمل كتاب ربنا سنين طويلة، وده العمل الصالح اللي ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم وعمل صالح يدعو له. ربنا يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات والدك اللي أنشأك يا ابني، بحييك. شكرا يا معاذ، لو عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك وشيروه. السلام عليكم.